مرحبا. واضح ننسى الحوالينا كل اللي حكي علينا. هيك حرقة بقلبي انا ما تعرفت عليها بالمراحة. كل شي عطيتك مني حب ووقت تركته رحته هلأ راجع هلأ فقت. هادي اذا قدر لك انك تلتقي بشخصية ما، فمين الشخصية اللي بتختارها؟ اذا قدر لقلي تلتقي بشخصية ما؟ شخصية بتحب انك تلتقى فيها، ممكن تكون شخصية توفت مثلا. انا جاي بدلك، انا عندي غرام للراحل وسكار ملحم بركات، وما صح لي فرصة اتلاقى فيها قبل ما يروح، لانه انا بقدم كتير من اغانيه بحفلاتي، فهيدي كانت هيك حرقة بقلبي انا ما تعرفت عليها قبل ما راح. شو هيك اكتر غنية بتحبها لقلو؟ ننسى الحوالينا كل اللي حكي علينا واللي بكوا عينينا. ننسى ننسى. إذا كان عليك تاكل شغلة واحدة بحياتك كلها شو بتختار؟ عجين. شو في عجين باكل عجين بس مش مبينين فيك وينهم؟ صار لي 3 شهور ولا شيء، بس انه انا غرامي شيء اسمه عجين. طيب دايما عندنا اسئله ما قلنا ما عندها جواب، ما يعني ما بنلاقي جواب لها. شو السؤال اللي بتطرحه على نفسك لهلا ما لقيت له جواب؟ ليش في زعل بالحياه؟ ليش مش الحياه كلها على طول فرح وضحك واجواء حلوه والعالم كله هيك مرتاحه؟ ليش في شيء اسمه زعل؟ في شيء بشخصيتك ما بتحبه او بتحب تغيره؟ يمكن عصبي لحد معين، مش عصبي المزعج، بس عندي عصبية سريعة، بس هيك هب بسرعة تخليني يمكن عصب بسرعة، تخليني أحكي لي كم كلمة بشعة، عامل لي كم أكشن هيك سئيلة. شكلك هيك شوي انفعالي، معقول تكون برج مائي هادي؟ كانسر مثلي برج مائي، لأنه بتعرف دغري برجع بروق، يعني بعرف حالي غلطت. بتعرف البرج المائي حساس وانفعالي. بيخبرنا نصيحة أخذتها ما بعرف إذا من فنان أو من شخص عادي وبتمشي فيها. نصيحة لا ما بدي أبين كليشيه لأنه كل العالم إذا بدك تحكي فيها، بس هي فكرة الغرور بالدومين. قالوا لي شو فيك بعاد عن الغرور، لأنه الغرور بيهبطك بينجزك لتحت، فهيدا الحمد لله عندي نعمة هيدي، ما عندي غرور. عم نجرب قد ما في انتبه عليها، وان شاء الله هيك الله يضل عطينا هيدي شو بيقولوا الطيبه يعني. ان شاء الله يا رب. ثانك يو كثير هادي على هالفقره. يعطيكم العافيه. انت كمان عيني.